باي، السلام عليكم ورحمة الله. جماعة الكنترول اللي ما فهمنيش شنو قلت بحكاية البلوك هذه، دونك قلت لكم تيلي شارجي هذه، دونك دي لهنا تكليكي على اللين هذايا باش تتحلك العملية هذيك باش تيلي شارجي. واضح تيلي شارجي من هنا، تيلي شارجي ما فيها حتى شيء لحد الآن. بعد ما تيلي شارجيها، بعد ما تيجي تحلها تتحلك بالبروجرام اكسل. باي حليتها شي تو، دونك اكتيفي لا موديفيكاسيون، تحط نوتاتك. اول حاجه ثبت اسكو الفورمول صحيحه ولا. سوبوزون احنا واحد سيكسيون سيونس ولا باهي سيكسيون سيونس، دونك حطيت لي نوت بتاعي نثبت في لي كوفيسيون. الغلطه اللي قاعده تصير في النوت لهنا، ثم عندكم ماتيير تدخل بالكوفيسيون بتاعها وماتيير تدخل من غير كوفيسيون. لي زوبسيون معنا، مثلا عندكم اللغات، اللغات يدخل بالكوفيسيون بتاعه، مثلا ديسان ولا شنو يدخل من غير كوفيسيون. سوبوزون في ديسان عنده 15، دونك يكتب 15 لهنا تظهر له 5 لانه ما يدخل اللي فوق العشرة تدخل، وهذه تخليها 0. باهي لو واحد ما عندوش اوبسيون لونغ، ما عندوش معنى حاجة، الرد هذه 0 في شي حاجة باش لي كوفيسيون طبعا ينقص. باهي دونك هذه غلطة رد. الغلطة الثانية الفاصل راهو فيرجول ماهوش بوان. اصلا كان تحط لهنا مثلا 5 25، دونك تحط هكا 5.25 ما تمشي لكش العملية هذه، ما تمشي، لازمك تحط فيرغول 5 فيرغول 25 باش تمشي لك. اوكي باهي باهي هذا سيد ريفوزي. دونك انا نحب نشوف قداش لازمني نجيب باش ننجح. دونك عندي موين الباك هذا 8. الشخص هذا ما عندوش حكايه رشا، ما عنده موين العشرة، دونك لازم يجيب لهنا 10. دونك يشوف روحه مثلا في المات، نقولوا باش نحط 9 في المات ما تعدينيش، اصلا باقي ريفوزي. دونك يلزمني نجيب 10 تعديني. واضح ولا تدمي؟ معناتها تشوف لهنا بلي ماتير برانسيبال وماتير لي موش برانسيبال، تشوف شنو لي نوت اللي باش تخدم عليهم في الكونترول باش يعديوك. واضح كي تلقى ادمي لهنا معناها تعديت، كان تلقى مش ادمي معناها ما يعديكش نوت هذاك. تزيد تفهم روحك اكثر. هاي ربي يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.